بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أهل هذا البيت الإمام محمد بن علي الجواد، الذي يصادف ذكرى وفاته في 30 من شهر ذي القعدة الحرام. وهذا الإمام هو من أصغر الأئمة عليهم السلام، ولكنه مع صغر سنه كصغر سن يحيى وآتيناه الحكم صبيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، كان يمثل ما يشبه المعجزة البشرية، فقد كان في ذلك المجتمع الذي يحكمه بنو العباس هؤلاء الذين اضطهدوا الأئمة عليهم السلام بمختلف أنواع الاضطهاد، لأنهم كانوا يخافون على ملكهم منهم، لأن الأئمة كانوا يملكون الثقة الكبرى لدى المسلمين من مختلف المذاهب والاتجاهات، سواء كانوا ممن يقولون بإمامتهم أو ممن لا يقولون بها. ولكن هذا الإمام تميز بالعلم الواسع الغزير الذي تفوق به على كثير من علماء عصره، حتى كان المأمون وهو الخليفة العباسي آنذاك، وهو من الخلفاء المثقفين، كان يقدره ويعظمه تعظيما كبيرا، كما ينقل الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد، قال: كان المأمون قد شغف بأبي جعفر، وهذه كنية الإمام الجواد، لما رأى من فضله مع صغر سنه وبلوغه في العلم والحكمة والأدب وكمال العقل ما لم يساوه فيه أحد من مشايخ أهل الزمان، يعني من علمائه، وزوجه ابنته أم الفضل متوفراً على إكرامه وتعظيمه وإجلال قدره.
وبلغ من تعظيم هذا الخليفة للإمام الجواد بعد أن زوجه ابنته أن اجتمع عليه كل الأفراد عائلته، يعني من العباسيين، وخافوا أن يجدد المأمون ما بدأه من تولية العهد لأبيه الإمام علي بن موسى الرضا، مما يجعل الخلافة تنتقل من بني العباس إلى بني علي عليه السلام. وعاتبوه على ذلك، ولكن المأمون قال لهم: لقد عرفت من فضل هذا الشاب ومن علمه ما جعلني أعظمه. قالوا له: فهلا تركته وهو صغير السن يتعلم ويتثقف ويتأدب ليبلغ ما بلغ قبل أن تعطيه هذه الكرامة وهذا الشأن الكبير؟ ولكنه قال لهم: إن هؤلاء هذا من أهل بيت علمهم الله سبحانه وتعالى وألهمهم. واتفق القوم بعد ذلك على أن ينصب له المأمون مجلساً ويدعو فيه كبير القضاة يحيى بن أكثم ليسأل الإمام الجواد الأسئلة التي ربما يريدون من خلالها أن يظهر عزه. وهكذا كان وجيء بالإمام الجواد، وبدأ كبير القضاة يسأله، ولكنه فرع هذه المسألة إلى عدة مسائل حتى أفلج أو حتى أعجز هذا القاضي الكبير عن الجواب وتحير، لأن الإمام قال عن هذا اتصال، عن هذه المسألة فيها مثلاً 20 احتمال عن أي شيء، ولم يكن هذا الرجل يملك علم ذلك. ثم طلب منه المأمون أن يفصل ما سأل به قاضي القضاة وأعجزه ذلك، ففصله الإمام وسلم الجميع بعلمه وبفضله وبتفوقه على علماء زمانه بالرغم من صغر سنه. وهكذا رأينا كيف أن المجتمع من حوله كان يقبل عليه وكان يسأله عن كل ما أهمه، وكان الإمام يبين لهم ذلك حتى سلم الجميع بفضله في هذا المجال. ونحن في هذا الموقف نحاول أن نختار بعض كلمات الإمام عليه السلام، سواء في الموعظة أو في الجانب الاجتماعي السلوكي. في بعض كلماته قال، وهو ينصح بعض أصحابه: لا تكن ولياً لله في العلانية وعدواً له في السر. يعني أن الإمام يعالج في هذه الكلمة بعض الناس الذين يظهرون أمام الناس بمظهر الأتقياء المؤمنين، سواء في عباداتهم أو في كلماتهم أو في علاقاتهم، ولكنهم
في الوقت نفسه عندما يعيشون في المنطقة السرية من حياتهم فقد تجدهم أعداء لله، هؤلاء الذين يظلمون أسرتهم ويظلمون الناس الذين هم تحت أيديهم، هؤلاء الناس الذين يغشون ويكذبون وفي السر بحيث يظهرون للناس بمظهر الأتقياء، فيقول الناس إن هذا ولي الله وهذا من الأتقياء، ولكنهم في السر يعيشون عيشة الأسقياء الذين لا يتركون ذنباً إلا أذنبوه ولا يتركون أحداً إلا ظلموه. وفي كلام آخر يتحدث فيه عن الناس الذين يستمعون إلى بعض الخطباء أو إلى بعض الوعاظ أفي وينجذبون إليهم ويأخذون ما يتحدثون به من دون تفكير، بحيث أنهم يسلمونهم عقولهم من دون أن يفكروا في طبيعة هذا الخطيب أو ذاك الخطيب، في علمه، في كل ثقافته، في كل استقامته. يقول: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، يعني هذا الإصغاء، هذا الانجذاب، هذا التسليم لمن يتكلم هو نوع من أنواع العبادة. فإن كان، لأن العبادة تمثل غاية الخضوع، فإذ كان هذا الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، لأنك عندما تعطي كل خضوعك لكلامه، وإذا كان كلامه هو كلام الله فإنك قد عبدت الله في إصغائك إليه، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد إبليس، لأنك تعطي كل خضوعك وكل انجذابك لكلمات إبليس. وهكذا يتحدث الإمام عن مسألة ما يحتاجه المؤمن في الصفات الأساسية. يقول: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله بأن يوفقه الله للحق وللخير وللالتزام الديني، أن يلهمه الله ذلك وأن يفتح قلبه على ذلك كله، توفيق من الله وواعظ من نفسه، بمعنى أن يحاسب نفسه ليحتاج فلا يحتاج إلى واعظ من الخارج، بل يعظ نفسه بالتأمل والتدبر والتفكر ونقد نفسه ومحاسبة نفسه حتى يصلح نفسه بنفسه، وحتى يعرف نفسه من خلال تأملاته ومجاهداته، حتى يعرف نفسه ما ينبغي لها أن تفعله وما ينبغي لها أن تتركه، وقبول ممن ينصحه، يعني أن يستمع إلى النصيحة من الناصحين الذين يملكون الخبرة والمعرفة والإخلاص، فيفتح عقله لهم ليفكر فيما ينصحونه به
وليتقبل ذلك عندما يرى الخير في هذه النصيحة، لأن الإنسان المؤمن لا بد له من أن يعمل على تجديد نفسه بما يصلحها، وأن يغير نفسه فيما إذا كانت تسير في اتجاه ليس من مصلحتها. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. قال له رجل: أوصني يا ابن رسول الله. قال: أوتقبل؟ هل تريد الوصية لتضيفها إلى بعض محفوظاتك، أو أنك تريد الوصية لتتقبلها في حياتك وتطبقها على نفسك؟ قال: أوتقبل؟ قال: نعم. قال: توسد الصبر، كن الإنسان الصابر على ما يواجهه من النائبات ومن المصائب ومن التحديات. ونحن نعرف أن الصبر لا يعني الاستسلام من دون تفكير، ولكن الصبر هو أن لا تسقط أمام المشكلة، بل أن تتحمل كل مفاعيل المشكلة المؤلمة لتفكر ولتخطط ولتقرر ولتريد. لأن هناك من الناس الذين يزعون عند المصائب ويسقطون أمام المشاكل، لأنهم لا يتحملون آلام المصيبة ولا يتحملون النتائج السلبية للمشكلة. لذلك فإنهم لا يتماسكون بل يسقطون. أما الإنسان الصابر فهو الإنسان الذي يحكم عقله ليدرس المشكلة وليدرس المصيبة وليخطط كيف يواجهها وكيف يحتويها وكيف يفكر في تجاوزها أو في الوقوف عندها موقف الإرادة الصلبة. هذا هو الذي يمكن له أن يحقق النجاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. توسد الصبر، يعني نم على فراش الصبر، واعتنق الفقر، يعني إذا جاءك الفقر فلا تسقط نفسك أمام الفقر، لا تبذل نفسك لمن يذلك، ولا تتنازل عن مبادئك نتيجة المغريات التي يقدمها إليك الآخرون في حالة فقرك، بل حاول أن تعتنق الفقر وتعمل حتى تتجاوزه. لا تسقط أمام الفقر لتتنازل عن عزتك وكرامتك وحريتك ومبادئك. وانظر وهكذا وارفض الشهوات، لأن الشهوات تنطلق من عمق الغرائز، وعلى الإنسان أن يجعل عقله أقوى من غريزته وأقوى من شهوته، لأن الله لم يمنع الإنسان من شهوة، ولكنه أراد له أن لا تطغى شهوته على عقله، وأن لا يسقط مصيره أمام أهوائه. لأن على الإنسان أن لا يتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بل أن يتبع عقله فيأخذ من هوى نفسه ما لا يضره ويترك
من هوى نفسه ما يضره، وارفض الشهوات وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فالله يراقبك في كل كلماتك، ويراقبك في كل أعمالك، الله يراقبك في خلوتك، والله يراقبك في حياتك مع الناس، الله يراقبك في بيتك، كيف تتعامل مع أهل بيتك، وكيف تقوم بمسؤوليتك تجاههم، والله يراقبك وأنت في عملك، كيف تتقن عملك وكيف تخلص في عملك، والله يراقبك في مواقفك، كيف تتخذ مواقفك، هل تتخذها من خلال اقتناعك وإيمانك، أو تتخذها من خلال شهواتك أو مطامعك، والله يراقبك حتى في حركة فكرك، وحتى فيما تنطلق به نواياك، والله يراقبك في عواطفك، هل تتحرك مع الحق أو مع الباطل، وهكذا الله يراقبك في كلماتك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وهكذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون، يعني حاول أن تضع في نفسك أن الله يراقبك في سرك وعلانيتك، في داخلك وخارجك، وقس الأمر على حالك في الدنيا، ماذا لو علمت أن هناك شخصاً يراقبك في كل أعمالك، ماذا لو علمت أن هناك جهازاً يصورك وجهازاً يسجل عليك لتقدم هذه الأجهزة إلى المسؤول عنك، كيف تنضبط، كيف تدقق في كل كلماتك حتى لا تسقط أمام المسؤولية، حتى لا تفقد وظيفتك، حتى لا تفقد عملك، فلا يكن الله أهون عليك من جهاز هناك، أو من رجل مخابرات هناك، أو ما إلى ذلك، فانظر كيف تكون. وهكذا ينطلق الإمام سلام الله عليه ليتحدث عن الإنسان في الحياة، كيف يتحرك بالمعروف، المعروف في الكلام، المعروف في العمل، المعروف في الموقف. يقال إن في الجنة باباً يقال له باب المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف في أهل المعروف، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وقد قال له أحد أصحابه، كيف سأله أننا نقرأ في السور القرآنية الله يقسم بالليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وهكذا يقسم بالنجم، والنجم إذا هوى، قال له إن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسم إلا به. يعني الإمام يوجه الناس إلى أن القسم يمثل الإحساس بالعظمة لمن تقسم به، وعلى الإنسان أن لا يقسم إلا بالله مهما أمكن في ذلك، ليشعر بمعنى التوحيد لله
سبحانه وتعالى بأنه إذا أراد أن يؤكد شيئاً فعليه أن لا ينظر إلى الله، لأن الأمور هي بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره، ولأن الرقابة العليا هي رقابة الله على الإنسان لا رقابة غيره. وهكذا ورد في الحديث في الجانب الاجتماعي والسياسي، ورد كلمة الإمام عليه السلام إن المؤمن لا يخون، وقد وردت هذه الكلمة جواباً عن سؤال شخص قال له: إني نويت أن ألزم مكة والمدينة، يعني أجاور، ما في بعض الناس يروح يجاور بمكة، يجاور بمدينة، يجاور مثلاً بالنجف أو بكربلاء حتى يتفرغ للعبادة هناك، وعلي دين، فيجوز لي أروح أنا أجاور وأنا مديون مثلاً، يعني أهمل ديني، كأنه يقول. قال له: عليك أن تؤدي دينك ثم تجاور، إن المؤمن لا يخون. يعني نأخذ من هالفكرة من خلال هذه المسألة أن المؤمن عليه أن يفي بكل التزاماته، الدين هو أحد الالتزام، التزامات الاجتماعية والالتزامات الفردية، أنت معناه الشخص اللي بدينك والشخص اللي يقرضك هذا شخص يعطيك الثقة، يعني يداينك لأنه يثق بك، يداينك لأنه أيضاً يريد أن يساعدك، فقد أعطاك هذا الإنسان ثقته واعتبرك أميناً على ماله لترجع إليه ماله في الوقت المناسب. هذا الواقع الموجود هو واقع إنساني، واقع إيماني أيضاً في هذا المجال. فإذا كنت تهمل دينك وتنكر دينك تحت أي تأثير من التأثيرات فإنك بذلك تكون خائناً، خائناً للأمانة، لأن الدين أمانة. شو الفرق بين الأمانة؟ واحد يخلي عندك مال حتى تحفظ عنده بالخزانة، واحد يكون يعطيك مال في ذمتك حتى تحفظه له في ذمتك في المقام، هذه أمانة وذاك تلك أمانة. والله يقول أنه لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وأيضا خيانة لله والرسول، لأن الله أراد لنا أن نؤدي الأمانة، وقد ورد أنه لا دين لمن لا أمانة له. لذلك الإمام سلام الله عليه في الكلمة يحاول يعطي فكرة أن المؤمن لا يخون. وعلى ذلك أنا بحب نبه على مسألة أيضاً موجودة عندنا في بلاد الاغتراب وفي غير بلاد الاغتراب، مسألة واحد يروح يستقرض لأن القوانين تفسح له مجال أن يستقرض، وكثير من الناس اللي بيصلوا وبصوموا وبحجوا بيروحوا في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها مثلاً هذا يستقرض ثم يأتي بعد ذلك إلى بلاده وهو يتصور بأنه خلص، خصوص بعض الناس اللي بياخذوا فتاوى أن هؤلاء الناس مش مسلمين وحلال كل أموال الناس، يعني مستعدين يسرقوا العالم كله لأن العالم مش مسلم في هذا المجال. هالشيء هذه العقلية الموجودة، والله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لذلك في ناس كثير، في ناس يفلسوا حالهم على أساس حتى بحيث ينكروا الديون وهو مش مفلس فيها، كثير من الناس
يخلي الأراضي العقارات اللي عنده والأموال باسم زوجته أو باسم ابنه أو كذا، وهو مفلس ما عنده كل هالشيء هذا، ليأكلوا أموال الناس بالباطل. كثير أيضا هذا البنوك اللي تفلس، التجار اللي بعنوان يفلسوا مثلا، أو الناس الذي الآن في كثير من الحالات مثلا واحد يجي يستقرض من عندك أنت وأنت توثق فيه، ما تطلب منه وصل ولا تطلب منه وثيقة ولا شيء، هو بعدين يجي الشيطان لعنده يقول له خلص أنه هذا ما إلى لك شيء، لا في كمبيالة لا في وصل لا في وثيقة، تقول له روح تعال روح اشتكي، لأنه تعرف أنه ما راح هذا. وهكذا هاي المسألة، هذا الإنسان الذي يخون المؤمنين، يخون الناس من مؤمنين وغير مؤمنين، لا يخونهم في أموالهم، حتى في خيانة أخرى أيضا، واحد موظف مثلا، هذا صاحب العمل أو صاحب الإدارة يعني يحاول أن هذا يعطيه ثقة في أنه أمين على وظيفته، ثم يستغل وظيفته في سبيل أن يحابي فلان ويحابي فلان، وعلى أنه يرتب الأمور على خلاف الوظيفة. هذا أيضا خائن، خائن للثقة وخائن للوظيفة، خصوصا إذا كانت الوظيفة وظيفة عامة تتعلق بأحوال بقضايا الناس وبأحوال الناس وما إلى ذلك في هالمجال. في كثير من الحالات في هالمجال هذا إن المؤمن لا يخون. وفي كلمة للإمام الجواد عليه السلام، في كلمة كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، يعني الشخص الذي يعني يكون أمين للخونة بمعنى يساعدهم ويدعمهم ويغطي خيانتهم، بل أنه يخطط وينفذ كل ما يخونون به، لأن الله لا يريد للإنسان أن يكون خائنا بشكل مباشر ولا أن يكون خائنا بشكل غير مباشر، لأن الذي يساعد الخونة ويدعم الخونة ويؤيد الخونة ويقاتل من أجل الخونة، هذا الإنسان هو يتحمل الجزء الكبير من مما يقوم به هؤلاء الخونة من الخيانة، لأنه الخونة سواء كانوا خونة في الدين أو خونة في السياسة أو خونة في الاجتماع أو خونة في الحكم أو خونة، إذا إحنا لو لم أساعدهم أنا وساعدهم أنت ما صاروا أقوياء، يعني هول الطغاة وهول الخونة في المجتمع، هو شخص مثلك مثله، مين الذي جعلهم كبار؟ هو مش كبير، أنت وأنا، يعني لما نيجي يقولوا فلان والله عنده مثلا 100,000 صوت، هذا كله إذا كان هذا الشخص خائن معناها أنت شريكه في خيانته بمقدار صوتك في هذا المقام هذا. وعلى هالأساس أنه لازم نعمل حساب في كل صوت نعطيه، في كل كلمة نعطيها، أن نحسب حساب على أنه سواء كان بانتخابات جمعية أو انتخابات حزب أو انتخابات بلدية أو مقترة أو انتخابات نيابة أو انتخابات رئاسة جمهورية أو ما إلى ذلك، نعرف على أن هذا الصوت ليس مجرد صوت نضعه في صندوق اللعبة السياسية أو الاجتماعية، بل هو صوت نضعه في جوهر المسؤولية، والله سوف يسألك عنه بحسب النتائج السلبية أو الإيجابية، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وقفوهم أنهم مسؤولون، إنهم مسؤولون، يعني في جو هالأجواء تأييد والمهرجانات والهتافات والكذا، كل الناس هذا بيهيص وهذا بيعيط وهذا بيهتف، لكن وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا في تهييس ولا حسابات ولا هتافات ولا شيء،
أنت مثل الإنسان الذي أيدته، فإن كان تأييدك تأييداً مرتكزاً على أمانتك أمام الله وأمام الناس فستحاسب حساباً يسيراً، وإذا كان تأييدك مخالفاً لما يريده الله ورسوله وما يتفق مع مصلحة الناس فسوف تحاسب حساباً عسيراً. فانظر كيف تطلق كلمتك وأين تضع صوتك وكيف تعطي قوتك لأي شخص، لأن القضية هي أنك سوف تقف يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً، والأمر يومئذ لله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه تعاليم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي تعاليم الإسلام الأصيل، تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.